كيفكم؟ كيف صحتوا؟ لاباس؟ نتمنى كل شيء يكون على خير وبخير. اليوم جيت بعد جمعة مباركة، اليوم جيت نقول لكم واحد مهم. هما ما عرفتش واش غادي نقول لكم، جاوني كادو او مهم، جاتني واحد المفاجأة اللي الحقيقة عجبتني بزاف. كنت عييت، كنفتش عليها هنايا، سورتو هنا في تطوان، ولكن هي ما كايناش هنا في تطوان، كاينه في هذا التخصص ديال هذا الشيء اللي بالضبط اللي جاني. هذا التخصص هذا كاين في مدينة وجدة، بالضبط هادو مدينة وجدة. على داكشي قلت انايا غادي نبارطاجي معكم هذا الشيء اللي جاني. إنه هو السيد الله يكثر خيره، الله يكثر خيره الصراحة، تكلف أنه يجيبهم لي، لأن سمعني كنهضر عليهم، كنهضر دابا ساعة دابا ساعة دابا ساعة، وقال لي أنا إلا كان جاني شي ديبلاسمون لوجدة أنا مش نتكلف ونجيبهم لك إن شاء الله. وفعلا الصراحة ما خيبش الظن ديالي وجابهم لي، واليوم أنا فرحانة 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 بهم بزاف 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 بزاف، لأن ما تصوروش شحال كان خاصني، لأن دابا ساعة كنت كنقول ماما عطيها لي. دابا هنايا غنعطيكم واحد لاستيس باش تقدروا تعرفوا علاش كنهضر. كنت كنقول ماما عطيها لي، كتسلف علي ماما خاصه ديالها، عاود باش كنمشي كنقول صاحبتي عطيها لي، غير هو بين قوسين صاحبتي باقا عندي ديالها دابا دابا اليوم هذا، باقا ما رجعت على شي، لان واخا جاتني دابا، حيت واخا الصراحه واخا جاتني هي الصراحه في حقيقه صاحبتي عندها جوج، وهذيك ما كتستعملهاش بزاف، داكشي اش قالت ليها هي عندك حتى تجبري شكون يجيبها لك من وجده. وفعلا صراحه عمرها ما قالت لا اريها ولا شي، ولكن انا حتى نتوما كتعرفوا اي انسان خصني احسن تكون عنده الحاجه ديالو، اما هيدا مسعيه ما تمشي. انا بحقيقه ما كيعجبنيش، كيعجبني اي حاجه تكون عندي اللي كنحتاجها مادام غنحتاجها، يعني خصها تكون عندي. المهم باش ما نطولش عليكم هذا الفيديو، لانه هو في هذا الفيديو فيه جوج الحاجات، هاد الحاجه اللي جاتني من وجده، واحد الحاجه اللي شريتها انا، هي كتشوفوها مورايا انا باش نوريها لكم. حقا انا باش نبدا لكم ديال وجدة، لان فعلا كانت كتعجبني بزاف، وكد فعلا فعلا. المهم انا باش ما نكثرش المعوضه، بعدا انا غنكبر انا نقلب التليفون ما نشوف. ها هما المقيلات ديالي، دبلتي باش نشبر التليفون. ها هما تقالين، انا باش نجلس هيدا. شوفو شفتوهم، عرفتي تقيلة تقيلة تقيلة، شريت ثلاثة يا وادي انا على الغدايد. ها هما ها تقيلين تقيلين بزاف. هذه المقلة الوجدية اللي غنية عن التعريف، وهذه خلاص هذه اش غادي نقول لكم، كبيرة 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 بالحق. منين غتعملها فوق البوطة، لان سورتو انا كيعجبني كنعملها، نتوما عارفين راه الا شفتو في الفيديوهات ديالي كنعمل الرغايف وكنعمل داكشي هذاك بزاف. بحال دابا انايا ملي كنعمل الرغايف، ماشي دابا ساعة كنعمل الرغايف، كنعمل واحد لاكونتيتي كبيرة وكنعملها في كونجيلاتور. ديك ساعة تكفويا خما كنت كنحتاج القدر اللي خاصني، كنجبدو كنسخنو كيخرج غزال، وديك الطريقة اللي كانوا لكم الطرق اللي وليتكم كاملين راهم رائعين، كيبقاو في كونجيلاتور غزالين. غير تبعوا الفيديوهات وغتسمعوا النصائح. هذه هي ماما هما، شوفوا 51 ديال السنتيم، يعني خايلو قداش، شوفوها قداش، شوفوها ها واحد ها جوج جوج ونص تقريبا، انا نقدكم معلين. المهم 51 ديال البوس، واحد ماشي البوس، المهم 51 ديال السنتيم، غتكون 51 سنتيم طبعا عرفتي. وتقالين تقالين تقالين بزاف، بحال الدراجة ديالي حين نطلعهم خليه. اول انا هذا ماشي الرصاص، ياه الرصاص هذا اكثر من الرصاص، ولكن فعلا باش صافي كنتهنى من دابا ساعة عطيوني المقالي، جيبوا لي المقله، خل اراو لي المقله. دابا ها انا، ايوا انا قلت والله الا قلت انايا نعمل هذا الفلوغ هذا باش نيت نعرف بهذا المقالي، لان فعلا والله العظيم زعما اللي عنده لوبورتينيتي انا شي واحد يجيبها له، الناس ديال وجده راهم كيعرفوها مزيان، اللي عنده لوبورتينيتي انا شي واحد يجيبها له من وجده، لان هنايا كاينين فعلا، ولكن ماشي هيدا تقالين بزاف. هما هادو اللي تقالين هما اللي مزيانين، لان كي ما كيلهبوش الحاجه وكيطيبوها بلاتي، يعني كطيب غير بالحراره ديال المقله. ايوا هذا الشق الاول من هذا الفيديو. الشق الثاني هو واحد الحاجه شريتها، كما كنت شريتها كطاحت لي اللعبه، كدابا وساعه
كنقول خاصني نشريها خاصني نشريها خاصني نشريها، وفعلا لان انا كنحتاجها بزاف. المهم انا باش ما نطولش عليكم، ها هي اللي غنبدا نصور بها فلوقات ان شاء الله يا ربي. نهار يطلقوا الحدود ويتفك هذا الشيء هذا، انا غادي نوريها لكم. انا غادي نفتحها شوفوها، غزال غزال بالنسبه للفلوقات وداك الشيء، باش تعرفوا انني رانا موجوده ان شاء الله الا كانت مكتبه. نتوما معايا كتبعوا معايا المراحل. ايه بلاتي، لانه فحال اللي قال لي السيد هيدا هو عندها واحد سيكورو هادي باش كن شوف، انا باقا ما تعلمتش هذا الشيء مهم. ها هو عاد ندخل نتبع الكتيب، هادي لو سيبور ديالها، هيدا هذا الكتالوج، هنا كيفاش كتستخدم كيفاش كتوقف وداك الشيء خلاص دائما. وهذا كيتشارجا، هذا الشارجور ديالو ها هو ديال سامسونج، بحال ديال سامسونج بحال التليفونات، هذا كتشارجي بها. لان هو انا كنقول لكم هذا يعني كي 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 استابيليزي لا فيديو، و او ميم طون كيتحرك معك، يعني ماشي انت خاصك تحرك هذاك، يعني هو انت شابره ملي كتكون مثلا شابره هيدا هيدا، يعني هو كيبدا يتحرك معك كيتحرك معك. بلاتي نشعلو، ماشي مشارجي في الحقيقه، لا هو مشارج. هو تشوف الا ما عملتيه شي هنايا ما عملتيش التليفون ما غايشارجي لك شي ما غايشعل لك شي، لانه هو خاصو يحس بالثقل باش يقدر يشارجي. هو كيبدا يدور بوحديته، وهنايا هادي كتتحرك يمين شمال الفوق لتحت هنايا هنا، هو كي هو هذا كيتكونيكتا بلوتوث، يعني باش ما كتبقاش ديك المنظر ديال بحال اللي كنعمل انا هنايا اجي عاد نطفي ولا شي حاجه، هنايا كتقدر تتحكم فيه بالطفيان ديالو والشعل ديالو يعني بوحديته. المهم انا جيت نقول لكم هذا الشيء هذا، لان فعلا انا هذا قلت لكم غزال 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 صراحه، كيفيد في هذا في السفارات وفي كل شيء. ايوا هذا ما نقول لكم. وطبعا انتم كتشوفوا عنده بوشيت ديالو كتديه معك في وسط لافاليز ديالك اولا في ساكادو اولا هذا، يعني باش كيكون عندك المسائل وكيرجع سكيتو. ايوا هذا ما نقول لكم، انا هذا الشيء اللي بغيت نبارطاجي معكم اليوم، جوج الحاجات لا فيديو ديك المقيله ديالي وهذا الاستابيليزاتور هذا، انا ما عرفاش شنو مسمي في الحقيقه، ما عرفاش شنو مسمي. مهم هو كان عارف كيستابيليزي لي فيديو داكشي وكيصلح لي فلوغر. ايوا هذا ما نقول لكم، ومن هنا غادي نقول لكم نتمنى يكون خفيف على قلبكم، ما نكونش طولت عليكم، انا بغيت غير نشارك معكم هذا الشيء ديالي ونقول لكم ما تنساوش اليوم الجمعه ترحموا على بابا ديالي وتقولوا له الله يرحمه ويوسع عليه في هذا النهار هذا. الى اللقاء ومع السلامه، ونتلاقى ان شاء الله في فلوق اخر ان شاء الله في شي فيديو اخر. غوفوار.